لو كان عندك وقت الفراغ الكافي شو كنت بتعملي فيه؟ حل كل المشاكل اللي عندي اياها، ويكون في عندي مثلا شغلات اولويه مثل دراستي او شيء، احاول اخلص دراستي. مشاكل دراستي فقط لا غير. والله عندي كتير وقت فراغ انا، وعم لحق حالي، عم نظم اموري، عم في بكير، لازم هيك الواحد يعمل. اذا كان في وقت كتير ما بعرف والله شو بدي لي، بستغله بشغلات تفيدني يعني مثل دراسه وهيك. ممكن شغلات كثير يعني، يمكن مثلا الشغلات اللي ناقصني بكورسات انجليزي مثلا، اكمل مستويات تعليم ثاني مثلا، اوسع بشغلي نفسه اللي عم بشتغله انا. وقت الفراغ اكيد استريح طبعا من هموم الحياه كلها يعني، فبيستريح الواحد، فينه يعمل مثلا رياضه مثلا هو بحبها وصار له زمان ما له قدران انه يساويها مثلا، ممكن ينزل على الجيم، ممكن يعمل اي نشاط يعني هو ما له حسنان يعمله بغير وقت فراغ يعني. والله يعني كأسريا يعني اول شيء هو هل الضغط ما عم يخلي امورنا بالاسره يعني ممكن نكون نتواصل كذا كدراسه او كعمل او الى اخره. بحاول يعني نظبط دراستي اكثر عرفتي، او كل شيء مثلا ندمت انه يا ريت لو كان عندي في وقت فاضي هيك. هلا ممكن اعبي وقتي بال مثلا اكثر شيء دراسه يعني، انه هذا اكثر شيء ممكن اساوي، ومهارات مثلا ممكن هوايات سباحه هيك. بس هلا بهالوقت وهيك بالكورونا وهيك ما عم لحق نساوي شيء الحمد لله. بتعمل فيها هلا بس الشغلي بظبط حالي مثلا، بلتزم بدوامي مزبوط هيك، بجوز انزل على السوق مثلا، شوف اطلع مع رفقاتي. ما بعرف هلا انا عامله يعني دوره كوافيره وكذا مشان اعبي وقت فراغ،